بالعام الماضي ومثل هالايام خلينا نقول بست شباط كانت كارثه الزلزال على سوريا، وشفنا قديش عشنا ايام كانت صعبه وكان في اضرار جدا ماديه، اضرار جدا جسديه وخسائر بالارواح، وبعدها صار في كثير ابلاغات عن منازل تشققت، منازل تضررت، وابنيه نزلت. يعني يمكن الذاكره تحتفظ بهدول الصور دائما. اليوم ضمن صباحنا لليوم وبمناسبه ذكرى السنه على حادثه الزلزال المؤلمة التي أصابت بلدنا، وانطلاقا من أهمية الحفاظ على السلامة، رح نتعرف ضمن حلقتنا لليوم وضمن فقرتنا على أهم الإجراءات التي اتخذتها محافظة دمشق لحماية البنى الإنشائية. وضيفنا لليوم هو المهندس غسان معمولي، رئيس لجنة الترابط الإنشائي في محافظة دمشق. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم، نهاركم مبارك، الله يعطيكم العافية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا مشاهدين، وإن شاء الله هيك الأمان والسلام وطننا الحبيب وشعبنا الغالي. اهلا وسهلا فيك. يعني بدايه، انطلاقا من الحفاظ على سلامه البنى الانشائيه والاجراءات اللي قامت فيها محافظه دمشق لحمايه الابنيه لحتى للامان والسلامه، خلينا نقول، خلينا نحكي بدايه عن اهميه الحفاظ على سلامه الابنيه وشو هي الاجراءات. الحقيقه بدنا نحكي، هي مر عام كامل على الذكرى الاليمه اللي مرت على بلدنا الغالي. محافظة دمشق هي ضمن المدن اللي أثر فيها الزلزال، لكن الحمد لله ما تضررت. على أثرها دعت المؤسسات الدولة، ومن ضمنهم هي الوحدة الإدارية اللي هي محافظة دمشق، بالتعاون مع جامعة دمشق كلية الهندسة المدنية، منقابة المهندسين، المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية، وشكلوا فرق عمل، فرق لجان كشف على البنى الإنشائية والتحقق من سلامة الأبنية. وعمليا تشكل غطة المساحة الجغرافية لمحافظة دمشق، يعني عمليا شيء 22 لجنة. قامت اللجان طبعا المحافظة شكلت خط ساخن، شكلت فريق عمل، وفي متابعة مباشرة كان من نائب محافظ الأستاذ علي مبيض، ومتابعة حثيثة من سيد محافظ دمشق الأستاذ محمد طارق كريشاتي. هالفرق هي غطت مساحة الجغرافيا في محافظة دمشق وكذلك بقية المحافظات. اللي صار انه صار يجيهم طلبات او مشاهدات من المواطنين بعد ما تاثروا العالم بحادثه الزلزال وشافوا شو صار بالزلزال، وصار بقى مطلب عنده المواطن اذا عنده عيوب انشائيه ومشاكل او تشققات يتحقق من ضرره او خطره. وكيف كانت النتائج استاذ؟ يعني بعد ما طلعت اللجان وعملت مسح انشائي للابنيه اللي تم الابلاغ عن وجود مشكله فيها، يعني شو كانت اهم النتائج؟ هل كان في تاثير مباشر من هي الكارثه؟ حقيقه ما صار تاثير مباشر. ولزيدك الفت نظرك، حوالي شيء 3000 مكان او بناء طلعوا عليه اللجان، غطوا عليه 3000 مكان، في منهم مدارس، ابنيه حكوميه، منشآت طبية، مشافي، أبنية تجارية، أبنية سكنية. نعم. الحمد لله نتائج أغلبها سليمة، ما في عيوب خطرة ولا في مشاكل. لكن المواطن بصراحة وعي لهالشيء، كان سابقا ثقافة المواطن ما بيوعى لموضوع الخطورة الإنشائية أو الضرر الإنشائي أو شيء إنه يتعلق بالسلامة الإنشائية. يعني كان المواطن عادة يعني وقت تصير الخطر لمرحلة معينة متقدمة بيقوم بيعالجه. المحافظه لما فتحت الباب على انه الكشف على الابنيه، وكان في خط ساخن، وكان في لجان عم تتجاوب وعم تقدم خدمه مجانيه وعم تعطي مقترحات وعم تعطي ملاحظات وعم توثق الحالات. يعني في احيانا بتكون في حالات بسيطه، واحيانا بتكون في حالات خطره نوعا ما بحاجه لمعالجه من بدايتها. وهذا اللي صار في تقسيمات وتحديد وجدوله وتنظيم للحاله هي. قديش مهم انه التعاون يعني بين المواطن وبين الجهات المعنيه للحفاظ على الابنيه في حال ظهور تشققات او علامات تصدع بالابنيه من الشكل الخارجي، هون المواطن شو بيتوجب عليه انه يعمل؟ لانه في كثير اشخاص بيشوفوا هذا الشيء يمكن احيانا من باب انه تغاضي او اهمال، او انه يلا موضوع عادي انه ممكن ما ياثر بعدين بشيء. حقيقة شيء مهم أن المواطن يتابع وجود ظواهر معيبة بعقاره وبمنشأته، ويبلغ الوحدة الإدارية. مثل ما قلت لك أنه اللجان اللي بالوحدات الإدارية والبلديات ما زالت حتى الآن بتتجاوب بأي حالة وتبلغنا وبنكشف عليها وبنكشف سبب المشكلة. طبعا نكشف سبب العطل، أحيانا تسرب مياه، أحيانا
سوء استخدام أو سوء أحياناً تنفيذ بالأساس، ظهر العيب مستقبلاً، وبالتالي يستوجب أنه المعالجة، وخصوصاً الشيء بقص الأملاك العامة اللي بيطلع على الطريق، حجر من الواجهة أو سيراميك أو جرانيت أو بلور فاكك أو مرتخي نتيجة التمدد والتقلص والعوامل الجوية وما شابه ذلك أو سوء التنفيذ سابقاً. لما المواطن بيدرأ العطل هذا ببدايته أو في مهده كتير بيريح الجهة الإدارية وبيريح السلام العام يعني بشكل عام. الناس اليوم صارت تخوف أكثر أستاذ، يعني يمكن كانت الناس خلينا نقولها بالعامية تطنش نش البيت، صار في تشققات يقولوا بسبب تسرب المي، الله بكرة بنساويها بالأيام الجاي، بس بعد ما صار الكارثة صارت الناس تنتبه يمكن للشيء الصغير موجود بقلب الحيط يعني تخاف. يعني اليوم شفنا حوادث كتير وشفنا أمثلة كتير أنه اليوم اضطريتوا لإزالة الجزئية أو الكلية للمبنى. اليوم خلينا نحكي عن هذا الإجراء، إيمت اليوم أنتم بتتخذوا هذا القرار؟ الحقيقة بعد ما يبلغنا المواطن العناصر اللي محافظة دمشق بالتعاون مع بقية المؤسسات هي قادرة على تحديد سبب العطل أو سبب المشكلة الإنشائية، وبالتالي لما نتبلغ عليها كبدايتها ينبه المواطن أنه في عطل بتسرب المياه. على سبيل المثال أحيانا تسرب المياه الصرف الصحي أو تسرب في شبكة المياه بيسبب دخوله بكتلة البيتون. طب معلومة أنه المادة المكونة للبلاطة البيتونية هي البيتون والحديد، لما تتشرب ما فيها بتسبب أنه بتتشقق البيتون وبتسبب صدع للحديد وبالتالي يسبب انهيار مفاجئ. الشخص المختص بيشوف العطل بيعالجه بمهده، بيعطي توجيهات، بيقترح إجراء إسعافي ريثما يصير عطل. أغلب الحالات اللي كنا نشوفها هي نتيجة وجود مثلا مخالفة أو إضافات، أو أحيانا بيكون بروز كفرندا أو ما شابه ذلك طابق شرفة. أخذ أكثر هل هذه البرندة أحيانا بتكون في عليها حمولات زيادة أو مصممة بشكل سيء تظهر عليها تشققات. دور الجهة الإدارية أنه تفصل العنصر الإنشائي متضرر عن الكامل البناء. لأنه كيف هي الآلية أستاذ؟ الآلية يعني وقت بيكون أنت اليوم مضطر أنك تروح لإنهيار أو صار انهيار جزئي أو مشاكل جزئي بسيطة يعني مثل ما حضرتك تفضلت ما بصير خلل توازن تمام. مشان هيك درءا لحصول أحيانا المواطن، أحيانا الناس المارة، أحيانا السكان، أحيانا الجوار، بعدين العطل لما بيصير بشقة بيأثر على بناء ثاني أو على بقية أجزاء الوحدة. لو فرضنا إذا كان برندا بنجاب جكات أبراج بتهدي البروز اللي بتضرر وبتفصله إنشائيا عن الجسم البناء الأساسي مشان ما يسبب ضرر لاحق للبناء الأساسي، وبالتالي حسب الحالة إذا كان يكون ضرر كتير يزال بالكامل ويرخص ويعاد بناؤه. في حال إذا كان بحاجة للتدعيم وإضافة مواد داعمة كعناصر معدنية، آي بي مات، تربيعات معدنية بتحافظ مشان تحافظ على ديمومته وبيكون حقق جدوى اقتصادية ما نخسر العنصر أو البرندة لو فرضنا. تمام أستاذ، خلينا نحكي عن التوقيت المناسب لهي الإجراءات اللي ذكرتها حضرتك، وقديش مهم هي الإجراءات تكون دائما مستمرة يعني كمحافظة دمشق وكجهات معنية، هي الإجراءات قديش لازم تكون أنه إلى استمرارية يعني خصوصا بعد الكارثة اللي عشناها ببلدنا، قديش استمراريتها؟ هل رح تكون بس وقت الكارثة بتصير بعد فترة، قديش لازم تستمر هي الإجراءات؟ لا أستثنى الإجراءات يعني عفوا ما قبل الزلزال غير ما بعد الزلزال. عملنا كان سابقا ترابط إنشائي موجود لكن هلأ أخذ جدية وأخذ جدوى أكثر ومتابعة أكثر حثيثة، وصار في أنظمة بالمحافظة دمشق بتتابع هالقصة وحريصة على سلامة المواطن الساكن وسلامة الناس المارة. وبالتالي يعني أنا بنصح الأخ المواطن في حال وجود أي عطل أو أي مشكلة صحية أو إنشائية أو صحية هلأ تسرب مياه لازم يصلحه، لأنه بيصل لمرحلة يتعذر تداركها. في عطل إنشائي، في هبوط الأرضية، هبوط أحيانا بيكون سوء بالتنفيذ، سوء بصبة الأرضية، بيقولوا تريح تسرب مياه. هلأ هاي المختص بيكشفها إذا ترهيح ممكن هذا التريح طبعا، لأن المختص بيطلع بيحط علامات بيحط مؤشرات بيقيسها بيشوفها بيقول انه هي استقرت. احيانا مشان نشوف العالج السبب مو العالج بس المشكله كمان. المشكله احيانا بيكون شبكه الصرف الصحي اللي بيوزي للارض عم تتشرب الارض ما عم تفوت بالشبكه، وبالتالي عم تاثر على الاساسات على الجدران على الشناجات يمكن هذا الشيء وتعمل فرق هبوط، وهذا بيصير بيستمر وبيصل لمرحله يتعذر تداركه. كثير في حالات اكتشفناها على بكير ووفرت كثير، وفرت ارواح ووفرت كلف.
عم شوف بعض الصور تماما ليلة. هدول الصور يمكن هذا الشيء بيصير النقاط اللي ذكرتها حضرتك باستواء صحيح بالعشوائيات يمكن هي القصص بتصير اكثر هلا بصراحه بشكل عام يعني بس مثلا اعطيك ضمن مدينه دمشق القديمه الابديه هي القديمه والتقليديه معمره من ماده اللبن والخشب والطينه الطينه القديمه او الكلسه هي البيوت العربي بالذات بحاجه لصيانه دوريه اكثر من الابنيه العاديه طبعا لا يقل عن الابنيه الثانيه بس شو مشكلتها هي انه بالتمدد والتقلص والمواد هي التقليديه مقاومتها للعوامل الجويه كثير ضعيفه اللي عم يصير فينا انه عم تتفتت عم توصل لمرحله انه ما صار فيها عنايه عم ينزل مطره قويه عم تنكشف ماده طبقه التغطيه تبع الواجهه عم تتشرب كميه مي عم يسوس الخشب عم يعمل حموله كبيره عم يصير انهيار مفاجئ للجدار او للتصوينه او لحيط الغرفه او ما شابه ذلك هالانهيار المفاجئ اول شيء ما بيعلب بيسبب خطوره على الماره وعلى الناس صحيح. خطوره على السكان واقتصاديا مكلف كثير بما انا تابع بمبلغ بسيط تكون القصه هيك رتوش مبدئيه بكل بساطه بنروح له بما نخسر العقار او نخسر البناء يعني هذا كثير مهم طيب استاذ خلينا نروح اليوم لاليه اللجنه اللي بتطلع وبتعمل كشف على العقار اللي تم التبليغ عنه ما بين مطرقه شميدات انه الكاميرا الحراريه وان قارئه الليزر قارئه ليزريه مسافات يوم كل شيء فيهم له عمله الخاص اللي بتشتغلوا عليه خلينا هيك نضوي عليه هون ولو سريعا يعني الحقيقه نحن لما بنطلع على البناء يعني دائما البناء السليم بجسمه السليم يعني مثل الانسان بالاخير انا ما بيهم نحن كانشائيين بيهمنا المضمون للبناء اللي هو حامل الجمله الانشائيه اللي حامل كذا الجمله الانشائيه للبناء او بنيته هو عباره عن اساسات اعمده بلاطات جسور او جوائز بيتون مسلح لما بنكشف عليه المختص بيشوف العناصر هي بيدقق عليها اذا في سقف مستعار بنفكه اذا في شيء مخفي او طينه بنكشف على جبله من داخلها في معنا وسائل محموله اللي هو مطرقه شميدت هي عباره عن مطرقه ان شاء الله المره القادمه بنجيبها بتعتمد على الطرق او على الارتداد وبتقيس رد فعل رد فعل البيتون معروفه ان ماده البيتون المسلح هي عباره عن خليط مكون بيتوني من اسمنت وبحص ورمل وماء هل بعد ما يتجمد بيقاوم الضغط هو وفي ماده هي الحديد والحديد التسليح طبعا بيقاوم الشد بقى نحن بنجرب مقاومه الضغط للبيتون المسلح بالمكان لا بيصير تخريب للمكان لا بيصير ازعاج بنعمل عمليا 10 12 طرقه بنفس المكان واكثر من مكان المختص وبيعمل وسطي في جداول لوغاريتميه تعطينا قديش قيمه مقاومه العنصر الانشائي هذا في حال اذا كان في شيء متضرر الحديد إذا في مكشوف الحديد في صدأ بالحديد طبعا في أجهزة هلا متطورة صار في جهاز أمواج فوق الصوتية الكاميرا الحرارية بتكشف إذا في تسرب مياه وما عم نعرف بينه عفوا سابقا كان لما يصير تسرب مياه عم تلاقي التسرب هون بده يكسر واحد سيراميك كله بالاخير يكون العطل بهون مكان ثاني عند الجيران المشكله بجوز عند تماماً الجيران تماما صار في اجهزه الحمد لله هي بسموها الكاميرا الحراريه بتكشف جريان المياه وصوت المياه ومتابعتها وبيكشف وين التسرب بكوع معين باتصال معين اجهزه ليزريه بتقيس المسافات احيانا بنطلع كمان لقينا عيوب انشائيه بعنصر انشائي شو العنصر الانشائي العمود او الجسر او الجدار الحامل بنحدد مكانه بنحط علامات بنشوف بقياس الشق سماكته وبنحط تاريخ الشق ووجوده بنرصده بشكل شهري تطور كان بها معناتها في عندنا مشكله وبدنا نعالج السبب ما تطور معناتها الامور مثل ما قلتي تريحت البنايه يعني تريح كيف يعني نتيجه انه احيانا بيكون في سوء بالتنفيذ او زياده حموله عليها كمان الارض احيانا بتكون ما انه واصله بالعمق المطلوب تمام قبل البناء نحكي يعني اسباب المشاكل الانشائيه اول شيء سوء الدراسه احيانا سوء الدراسه مو الحمد لله لا يشك بامكانيات مهندسين بلدنا وشيء بيشرف الحمد لله وهذا شيء شفناه يعني بيلفت نظر دولياً كمان لما صار لما صار الزلزال تحركت البنايات تحرك البناء وراح واجا لكن ما صار له شيء شو معناته انا اهتزيت وتحركت لكن ما ضريت عرفت شلون نحن ممكن يكون سوء بالتقدير او ما وصل لمستوى التاسيس الاساسي او الصخر تمام او الخلطه البيتونيه لما اجت ما اجت بمواد كما يجب ما نحط الحديد بكميته مضبوطه او بمكانه الصحيح او بنفس جودته ما صار عليه اختبار المشكله اللي بعدها المستثمر انا المستثمر كانت في موضه بيقول لك انا هذا الصالون بدي اياه 100 متر انا بدي هذا العمود ايمو
بدي يتباهى مع العالم، هذا المطبخ ما بدي انا جسر ساقط، بدي اعمل سقف مستعار، هذا مو محطوط عبثا. يعني انا لما اعمل فتحه بجدار حامل استنادي او جدار قص، هذا مهمته يقاوم حاله الزلازل، بيقاوم الحركه الافقيه والحركه شمال جنوب. المستثمر إساءة استعمال العقار، انه انا مستعمله بدال سكني سويته تجاري، سويته معهد، مدرسة، سويته مشفى، معناتها حركة الناس بينما 5 أشخاص 10 أشخاص 30، بينما صار 100 شخص اجوا بوقت واحد، 100 شخص اجوا بشهر في حمولة مثل ما بيقولوا حية أو ديناميكية، سببت بحرج للعقار، أجهدنا أكثر من ما هو مصمم له. ذكرت حضرتك أنه التسريب أحياناً كمان بيهدد سلامة الأبنية، للأسف هذا الشيء يعني بواقعنا عايشينه، كتير ناس بتعاني خصوصاً البنايات الطوابق، أنه في تسريب من عند الجيران، في رطوبة بالحيط، أكيد هذا سبب تسريب معين، عم بيروحوا لعلاجات معينة أنه دهان أو ورق جدران أو دهان لحتى أنه نمنع الرطوبة، قديش هذا معناته ما بيضر هذا البناء وقت نحن عم نخلي الرطوبة والتسريب موجود بالجدران؟ سيدنا الكريم، أخطر شيء هو تسرب المياه. يعني أنا إذا عندي عيب بمكان معين، بينما أنا غطيه بينما أنا عالجه، عالج السبب، لأنه أنا لما سكر بورق جدران مع الوقت بدها تطلع ريحة وبيعمل أمراض أطباء بيعرفوا، روماتيزما ورطوبة وضرر صحي وضرر، أنه المياه بتتغلغل بالبيت أو العقار أو السقف أو الجدران، بينما يكون يتعالج بإمنا بلاطة بسيطة. يعني ننصح بتعاون الجيران بمعالجة الأمور ببدايتها، حلقة مية البلدية، اتصال المي، أقوى مادة قابلة لتتشرب بالجملة الإنشائية، بتفوت بجوات البناء، بتضل عم تدفش وتدفش، بالأخير بتطلع بين الحيطان، بتطلع بين السيراميك، بتطبل البلاطة، بتسبب صدأ للحديد هو الحامل، هذا الحديد هو بيعطينا إنذار في حال إذا صار في خطورة، بيقاوم الحمولات، بيعطي انذار، يعني ما بصير انهيار مفاجئ. يعني حلاوه البيتون المسلح انه الحديد هو اللي يقاوم على الشد، بيعطي انذار مفاجئ، بنشوف تشققات بسيطه تتطور لكن ما بيصير انهيار مباشر. بس لما الحديد لما عم يتشرب، عم يجي المياه، عم يسبب صدأ للحديد، صدأ الحديد شوي شوي بيتاكل، ومن ثم بيطقطق، ومن ثم بينقطع، ومن ثم فقد مرونته وسبب انهيار. وانا بنصح اخوة المواطنين والمشاهدين بضرورة متابعة اي عطل، اي مشكلة صحية، اي ضرر، وهذا الشيء حرصا على سلامتهم وسلامة الاخرين، والحمد لله مواطننا واعي بصراحة. طيب استاذ، اليوم من خلال خبرتك وعملك في نشوف ناس كثير بتروح خلينا نقول حالات اسعافيه، يعني يكون في مشكله بالبناء فبيروحوا لي يتصرفوا من عندهم او بيستشيروا حدا، هو بنقول نحن بالعاميه المعمرجي اللي بيشتغل بهذا البيت، فبيروح لانشاء الشبكه الحديد مثلا، ازاله السيراميك او الجرانيت واصلاحه من خلال شبكه حديد، يعني هل هذا اليوم ممكن يكون كفيل مثلا بالغاء المشكله الموجوده؟ الحقيقه مثل ما قلت لك، يعني دائما الوحدة الإدارية محافظة دمشق يعني توعيت للقصة، في سيد محافظ دمشق عم يتابع بالقصص بتوجيهاته أنه أي حالة إنشائية تتابعوها، وبالتالي نحن بننصح الأخوة المواطنين يراجعوا أي وحدة إدارية أو أي بلدية مسمى حتى بكافة المحافظات عن أي حالة عندهم. محافظ دمشق وعناصرها الفنية لا تبخل بتقديم المشورة والتوجيه بتأمين، يعني عفوا أنا لما أجيب قطعة بخيطها عند خياط بسيط أو مبتدئ، بما أعطيها قطعة قماش لخياط مختص، وبالتالي يعني أنت هون الفلسفة الهندسة أو المهندس بحط القطعة المناسبة في المكان المناسب، بحط الحمولة المناسبة، مو موضوع حطينا هالكمية كبيرة من الحمولة بمكانها الغير مناسب أو ما عالجنا السبب، يعني عفوا كلفة بحاجة لعناية ووضع الشيء المناسب بمكان المناسب، توفير ماديا استاذ، توفير ماديا يعني بلاقي نتائج جدا فضلة. يعني بالاخير دائما البنى الانشائية والبناء بالكامل الصيانة الدورية لا تقل اهمية عن تنفيذه، وبالتالي يعني نحن هون بهالحالة حافظنا على ديمومته واستمراريته. الابنية البيتون المسلح اثبتت انه جدواها وعم تعمر، وبالتالي هالمنشآت هي الجميلة اللي عندنا واللي حرام تكون انه واجهتها حجر ولا كذا ما اعتنينا فيها. شيء الفت نظر له انه نحن لما حتى لما بتركب الحجر الواجهات او السيراميك، عم قطعه الحجر لا تقل عن 60 70 كيلو وزن، عم نحطه على كامل الواجهه، هذا كله بده حموله، بده تسبيك، بده براغي، بده ماده ايبوكسي، مواد تمسكه، وبده عنايه لانه هذا مع الوقت بتفكفك، وبالتالي احيانا عفوا مهره السيراميك سببت على مسؤوليه الساكن مسؤوليه جزائيه، يعني اذا نزلت على حدا على املاك خاصه. ثاني شيء الماده لما عالجت المكان بارضه سببتها
عم ترف، مكناها، رفعنا الخطوره، حافظنا على جماليتها، لانه هلا راحت الحجره ما بنلاقي، بتعرفي هلا المواد السيراميك والجرانيت، كل سنه بيطلع موديلات جديده، صارت مثل العين مقلوعه، صارت شغله هيك يعني كثير عم نعاني منها، يعني قطعه صغيره عالجناها، رفيت طينه رفيت، انا بنصح الاخوه المواطنين طينه تبع الواجهه، حتى البنايات الجرانوليت، جرانيت، سيراميك، كثير خطره لا سمح الله نزلت على الماره، على الاملاك العامه، على الاملاك الخاصه، صحيح. بتسبب ضرر لا يحمد عقباه، يعني محافظه دمشق كثير حريصه بال. شكرا لكل الجهود اللي اشتغلتوا عليها من ضمن عملكم، اكيد اليوم احنا اليوم عندنا ثقه كثير بالطاقات الهندسيه الموجوده عندنا، شكرا لله. لحضورك اليوم، دائما احنا بنقول بالصحه والسلامه للجميع، ان شاء الله هي الذكرى هيك تكون ذكرى مرقت وما بقى تنعاد، شكرا لك. شكرا لكم، شكرا كثير للاستضافه، شكرا لك، شكرا لجهودكم، شكرا لكم، والله يعطيكم العافيه، نهاركم مبارك.